هذه القرار مثل الوقفة الاحتجاجية قضيناها في هيئة إدارية، الزملاء كل مطلبوها يعني القواعد الأساسية، النقابات الأساسية منتجيات حبوا وقفة احتجاجية، مع العلم أن عندنا إضراب نهار 24 و 25 إضراب عام، معناتها في القطاع الشباب طفولة الإدارة العمال، معناتها كل معناتها ما يهم وزارة الشباب والمرأة. تصور معناتها نفس الحقوق احنا والاساتذه الرياضه، الاساتذه الرياضه متمتعين بالترقيات بكل شيء، واحنا معناتها ما متمتعين لا بالترقيات لا بالاتفاقيات لا بحد شيء، معناتها حاجه تحشم انه نفس الوزاره نفس الاوامر تخرج وما تطبقش، ناس تطبق عليهم وناس لا. تطبيق فحوى الاوامر اللي صدرت ومنها الامر 18/8 خاص برجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة والمرأة والأسرة، وخاصة الترقيات المجمدة منذ سنة 2012، وتفعيل كذلك أمر 18/9 الخاص بالخطط الوظيفية لمديري مؤسسات التربوية الاجتماعية اللي هي مستحقاتهم مجمدة منذ جانفي 2014. كذلك إضرابنا اليومي 24 و 25 سبتمبر سيكون أساسا في إصدار أوامر الخاصة بالمنح اللي فيها اتفاقات وآخر اتفاق 10 فيفري 2014، ومتمثلة أساسا في منحة المستلزمات البيداغوجية، في منحة التعيين، في منحة الخاصة، وفي منحة العمل الدوري، واللي تمتعوا بها مع الأسف، وهذه من المفارقات، هي مفارقة قانونية لأنه نص الترتيب بواحد هو الأمر 18/8 يتحدث على قطاع الشباب والطفولة بما فيه التربية البدنية. زملائنا في التربية البدنية اللي هم موجودين في نظام أساسي معانا يتمتعوا بكامل ترقياتهم وبكامل المنح اللي ذكرتها بكري، إلا قطاع الشباب والطفولة اللي هو مذكور في نفس الأمر لكنه الوزارة مستثنيته وماهيش عملته أي حساب. احنا تفوضنا مدينا يدينا عدة مرات للوزارة وسقفنا، وهذا اتفاق 10 فيفري هو راهو محضر اتفاق على اتفاقات سابقة، أمضينا 8 محاضر اتفاق وفي كل مرة نؤجل إضرابنا. هذا الإضراب هذه المرحلة الثالثة، أجلنا زوز إضرابات بيوم الوزارة حتى نظرنا في الحيط ما عادش نجمو نتفاوضوا معاها، بيوم قرر الإضراب إضرابنا قائم يومي 24/25 إلا ما تتحقق مطالبنا المشروعة الواردة باللائحة المهنية الصادرة عن الهيئة الإدارية المنعقدة يوم 11 سبتمبر 2014.